إذن كرر الرحمن الرحيم تهدئة للبال وللقلب، الرحمن رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى إذن هم في الدنيا لا بالمؤمن وغير المؤمن يرزقه ويستره ويقبل توبته إذا تاب قبل الممات، ويفتح أبوابه له ويستجيب دعاءه إذا كان مظلوما. شوف إزاي، ليه؟ قالوا لأنه صنعته وهو يحب صنعته سبحانه وتعالى. إذن الرحمن الرحيم الثانية هذه في تكرارها إعجاز، لأن لو تخيلنا أن أحدا يكتب هذا من عند نفسه فإنه لابد أن يكون قد اطلع على قلوب البشر وعلى أحوالهم وعقولهم ونفوسهم، وليس هذا لأحد من البشر إلا الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو عليم بذات الصدور، وليس أحد من البشر بقادر على أن يعلم ما في الصدور ولا ما في العقول ولا ما عند البشر من تقلبات في قلوبها، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب. إذن على هذا المنوال فسر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.